بالرغم من انتشار المعرفة والعلم. قد لا يلوم الإنسان الآباء الذين انتقلوا إلى رحمة الله، لأنهم لم يكن لهم من علم ومعرفة بخطورة الضرب على ليس جسد هذا الطفل ولكن نفسيته. لكن اللوم الكبير اليوم يقع على أسر متعلمة وفاهمة، ويدركون خطورة وفظاعة هذه العملية في الحياة التربوية داخل الأسر، لكن هذا المشهد متكرر ولا زلنا نراه. لذلك خصصنا هذه الحلقة كي نناقش موضوع الضرب، هل هو فعلا أسلوب للتربية أم هو أسلوب لهدم شخصية الكينونة الإنسانية وهدم ذات هذا الإنسان ونزع شيء اسمه الثقة بالذات عند حياة البعض. أنا أعرف البعض منكم إخواني وأخواتي يقول يا أخي نحن انضربنا، أوه الحمد لله اليوم أطباء ومهندسين والكف اللي ضربك نفعك، ومن هذه المصطلحات والأمثال. لكن خلونا نكون واقعين، كل واحد منكم انضرب يعاني من ثلمة في نفسه مش قادر إلى اليوم يصلحها. قد تخدعون الناس وتضعون أقنعة، لكنكم أنتم تدركون داخل أنفسكم أنكم مجروحين وأن في جانب من شخصيتكم مهزوز ومهدوم بسبب جريمة ارتكبت في حقكم أيام ما كنتوا أطفال. سألني مرة أحد الآباء الكرام قال لي دكتور أنا مبتلى بالضرب بالعقال، يعني إذا أحد أبنائي أو بناتي يعني أخطأ العقال، وهذا سلاح أهل الخليج بالمناسبة في التأديب، ما نحتاج عصا يعني، يقول أضرب. فقلت له طيب وبعد ما تضرب؟ قال صراحة أندم على أني قمت بهذا السلوك، عندك حل لهذه القضية؟ قلت له الحل بسيط جدا، ممكن تضرب لكن تجلس شوي مع ابنك أو بنتك مدة 10 دقائق وتشرح له بالضبط الجريمة التي قام بها هذا الابن وهذا أو هذه البنت، وبعد مرور 10 دقائق تقول لي هذا الابن أو البنت تسمح لي أني الحين أضربك؟ قال دكتور إذا قمت بهاي الأمور ما راح أضرب. قلت له إذن هل الضرب للتأديب أم للتنفيس؟ وقفة وبعدها خطوة. الكثير من الناس يخلط بين مفهوم الثواب والعقاب ويؤطر العقاب في الضرب. ترى من الناحية النفسية الإنسان يحتاج حتى ربنا سبحانه وتعالى كي يشجعنا على أشياء معينة، هناك ثواب وهناك عقاب. لكن للأسف الشديد في المنظومة العربية، في الثقافة العربية، في الأسر العربية حصرنا مفهوم العقاب بالضرب، وكأنه لا يوجد نوع آخر نعاقب به هذا الطفل إن أخطأ وبشروط إلا أن نجلده. الطفل لما يخرج من بطن أمه يبحث عن الأمان، وأكبر مصدر للأمان في الأسر صدق أو لا تصدق هو الأب وليس الأم. لكن لما يتحول مصدر الأمان هذا إلى مصدر تخويف تكون النتائج جدا صعبة. بعد هذه الوقفة سنتعلم كيف نستفيد من العقاب لكن بأسلوب أفضل كي نربي. أهم حاجة في طرق العقاب مش إن إحنا نمارس العقاب، إن إحنا نمنع إن الطفل يعمل حاجة غلط. إثارة وعصبية وركض وراه وكذا، هو سيفهم هذا الطفل أن والله هذا السلوك جيد أني أكرره. الغضب هو اللي بيخلي البني آدم يخرج عن السيطرة. فكنت أحيانا أشد قوي قوي عشان أحسسه إنه لازم يبقى في بالانس. الأطفال بتشب وهي متعودة إن هي ما بتأملش مهانة، فبالتالي ما بيستحملش مهانة من أي حد بره البيت. وقفي قدام نفسك قدام المراية وشوفي لو حد ضربك هتحسي بإيه. الدراسات النفسية المنشورة في الدوريات العلمية بينت أن الآباء والأمهات الذين تعرضوا إلى العنف أثناء طفولتهم يميلون إلى تكرار هذا العنف على أبنائهم. لذلك معظم الآباء والأمهات الذين يتابعون برنامج خطوة في هذه الحلقة المميزة ويجدون أن العقاب بالضرب هو الأسلوب الأحسن في تربية أبنائهم يراجعون طفولتهم، سيجدون بكل تأكيد
أنهم تعرضوا إلى نوع من أنواع الإدلال والقهر النفسي من خلال الضرب أو غيره من وسائل العقاب الجسدي، أدت إلى ثلمة في نفسيتهم تحولت إلى هذا التصرف اللي يشوفونه ويمارسونه اليوم على عيالهم. السؤال، هل بإمكان الإنسان أن يتغير؟ بكل تأكيد، الإنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى عقل مرن وأعطاه حياة، بإمكانه أن يبرمج نفسه متى ما شاء بالأسلوب الأحسن والأسلوب الأجود. أم أحمد، ذكرتي لنا فيما مضى أنك تغيرت نظرتك للثواب والعقاب وغيرها من الأساليب من خلال مادة درستيها أو دبلوم معين درستيها؟ أيوة، عملت دبلوم تربوي في جامعة عين شمس، ومعايا كانوا أولادي الثلاثة. فادني جدا، فهمت أنه مش كلهم يتربوا بطريقة واحدة. ممتاز، إذا تعلمتي أن أساليب التربية التي تصلح لهذا الطفل قد لا تصلح لأخي. أيوة، وفي نفس البيت وفي نفس الظروف. نعم. طولت بالي أكتر كمان عليهم. ممتاز. وبعدين حسيت أنه أنا نفرض أنا مكانه أحب أتهان، بقيت على طول أحط نفسي مكانه، أحط نفسي مكانه، لقيت العلاج بيجي بسرعة. وبصراحة مفيدة الدراسة، مفيدة جدا، وغير ذلك في حياتك بشكل أيوة عام. أيوة، ممتاز. أيوة، اللي نتعلمه من تجربة أم أحمد أخواني وأخواتي، اليوم في مواد موجودة في العالم العربي تدرس، ورش عمل، من أهمها حقيقة السيطرة على الغضب، anger management، وهي كورسات ومواد موجودة. أنا أنصح كل أب أو أم اعتمدوا أسلوب الضرب في حياتهم أن يدرسوا هذه المواد، لأن 90% منكم يا من يستخدمون الضرب حقيقة هم يستخدمونه كتنفيس عن مشاعرهم وغضبهم وغيظهم وضغوطات الحياة، لكن يظهر في أسلوب العنف أو التعنيف مع الأبناء. دكتور محمد، وأنت قبل ما تكون باحث ومستشار أصلاً طبيب وتدرسون في الطب أشياء كثيرة جداً، لكن أيضاً من الأشياء اللي تهمنا حقيقة، وهذا اللي ذكرته في نهاية الجزء الثاني من الحلقة، أساليب العقاب. العقاب مشروع، لكن له أساليب وله طرق، صحيح، وله ضوابط حقيقة. تعطينا بعض هذه الأشياء؟ أساليب العقاب، أما نيجي نعاقب الأطفال، هو على حسب، زي ما ذكرت أم أحمد، على حسب الطفل نفسه، لأن الطفل عن طفل بيختلف، على حسب سن الطفل. اللي ممكن ننفذه مع طفل عنده 14 سنة أو 15 سنة مختلف تماماً عن اللي ممكن ننفذه مع طفل عمره 3 سنين أو 4 سنين. أو 21 سنة. أو 21 سنة. صحيح. صحيح. الأهم حاجة إن إحنا نعتبر الطفل إن هو فاهم. إحنا دايماً عندنا الافتراض الموجود جوانا كلنا إن الطفل ده مش فاهم. هو الحقيقة الطفل فاهم، حتى لو عمره سنتين أو ثلاث سنين أو أنت متخيل أنه مش فاهم، بس جرب تحاوره أو تناقشه أو تفهمه الغلط من الصح، هتلاقيه أنه بيستجيب أحسن بكثير. ودي يعني أهم حاجة في طرق العقاب، مش أن احنا نمارس العقاب، أن احنا نمنع أن الطفل يعمل حاجة غلط. نمنعها إزاي؟ أنه يبقى فاهم عن طريق المناقشة والمحاورة، أنه يبقى فاهم أن الشيء ده غلط، والغلط ده غلط ليه، وهيأذيه هو إزاي، حتى لو كان الطفل ده صغير سنا. فمن البادي لانجوج او من اللغه الجسديه بتاع الاب والام، هيفهم ان ده حاجه سيئه والمفروض ان هو ما يعملهاش تاني. بعض الاطفال دكتور محمد اذا تاذن لي، حقيقه نجحوا في اقتناص الاباء، يعني الاطفال الصغار هذه اللي عمرهم 4 سنوات، في بعض الاوقات يعملون شقاوه في البيت، لان حسوا ان الشقاوه والمشاكل هي التي تثير الاهل. صحيح. يعني مثلا طفل الان الاسره قاعده تشوف التلفزيون، راح سحب سلك الكهرباء، اذا ردت فعل الاسره اثاره وعصبيه وركض وراه وكذا، هو سيفهم هذا الطفل ان والله هذا السلوك جيد اني اكرره، لاني انا استطعت اني اثير ذلك الانسان الكبير، شديت انتباهه. فبعض الاطفال يتصرف حقيقه في مرحله الوعي او لا وعي من باب شد انتباه الأسرة له. صحيح. يعني هكمل على فكرة حضرتك وأقول إن الطفل لما بيعمل حاجة غلط وبيبقى عارف إن هي غلط، بيبقى عايز اهتمام، أو عايز seeking attention، يعني عايز الناس تبص له أو تكلمه أو تتفاهم معاه، أو هو يبقى محور اهتمام الأسرة في اللحظة دي. نعم. فده مرجعه إن الأسرة دي مش مقضية الوقت المفروض تقضيه مع الطفل. يعني المشكلة برضو عند الأب والأم، لأن إحنا لو مقضين الوقت
جيد او الكواليتي تايم او الوقت الجيد مع ممكن اقضي وقت وانا بفكر في الشغل. احسنت. فانا قاعد بلعب معاه بس مش مركز معاه، ما بكلموش، ما بلعبوش كويس، قاعد بس معاه كده في الغرفه، بس حقيقه انا مخي في مكان تاني. لا، انا عايز الاب او الام يبقوا قاعدين في الغرفه مهتمين بالطفل. ومن هنا زي ما حضرتك بتقول هو مش هيعمل حاجه غلط لان هو مش محتاج اهتمام، لان هو الاهتمام عنده، فخلاص هو مش هيحب ان حد يهتم بيه في اللحظه دي، لان هو الاهتمام موجود ومحاصره من كل ناحيه سواء الاب او الام. ومع ذلك انا لا انفي على احنا بني ادمين في النهايه، وكلنا بنتنرفز وكلنا عندنا مشاغل الحياه وكلنا بنشتغل وكلنا يعني، والحياه العصريه مش مديه حد فرصه ان هو يتنفس. بس لازم الواحد يبقى هبني برضو على فكره حضرتك واقول ان الاب والام هم بيحاولوا يسيطروا على الطفل. هو الحقيقة المفروض ان هم يسيطروا على نفسهم. صح. الغضب هو اللي بيخلي البني ادم يخرج عن السيطره. فنصيحه بسيطه جدا، الاب او الام لو كان هو حاسس ان هو غضبان من الشغل وقلقان ومش عارف يعني، اخرج بره الغرفه. صح. اطلع بره الاوضه وسيب الاب او الام الجزء الثاني من لو كان الاب هو اللي متنرفز فيسيب الام، ولو كان الام هي اللي متنرفزه تسيب الاب، هو اللي يتعامل مع الطفل في اللحظه دي. أم أحمد، من تجربتك مريتي بهاي القضية أن مثلا الزوج يكون هو الطيب الحنون الكذا وأنت العصبية؟ أيوه حصل. وكنتوا تلعبون الدور هذا؟ أيوه يعني؟ أيوه، وكنا متفقين عليه لأنه كان الله يرحمه حنون جدا عليهم، وأنا خفت أن أنا أبقى إزاي أنا حنية وهو حنية مش هيبقى مظبوط، فكنت أحيانا أشد قوي قوي عشان أحسسه أنه لازم يبقى فيه بالانس، مش يبقى كده كله طيبة. على فكرة أقول حاجة، دلوقتي أنا كل الحاجات دي بمارسها مع حفيدي، لدرجة لما دلوقتي بكلمه زي ما قال الدكتور وأنا بالي مشغول يقول لي بصي لي وإنتي بتكلميني. صحيح صحيح. صح. الكثير من الآباء يعني لما يأتي يعاقب يعني في لحظة وقوع المشكلة. وأنا دائما أقول للآباء والأمهات ضعوا لكم قواعد كلية في بيوتكم. في القانون يقولون لا عقاب بلا نص، بمعنى أنت لا تنتظر أن ابنك يتأخر الليل على أساس تبدأ تعلمه تقول له أنت تأخرت على بجلتك. لا، أنت تضع قواعد، وقواعد واضحة ومتفق عليها حسب عمر الطفل. يعني الولد المراهق الكبير تقول له مثلا بيتنا نحن من قواعده 1 2 3 4 5، قواعد متفقين عليها أنتوا ككبار مع أبنائكم الصغار، وبعدين كل مخالفة عليها عقاب. العقاب أنا ما أقصد الضرب، عقاب قد يكون خصم من مصروف، قد يكون سكوت. أم أحمد، أنت جربت تخاصمين عيالك؟ أيوة. كان يعني عند البنت الوسطانية حساسة جدا، مجرد بس أن أقولها مش هكلمك تلاقي البكا والدموع أقوى من الضرب. أحسنتي. فإذا في بعض الأوقات التدرج في العقاب هذا مثل المكافأة الأسبوعية، مثل عدم الخروج، مثل الصمت، مثل طلبك الجاي لن ينفذ، في تدرج، وهذا الذي نسميه العقاب التربوي المشروع الذي يجعل البيوت مستقرة وآمنة أيضا. لأن إلغاء العقاب من حياتنا التربوية مفهوم خاطئ جدا ونتائجه جدا سلبية. دكتور، يعني من خلال دراساتكم واطلاعكم وجدتوا أن الأسر اللي عندها مثل هذا النظام في حياتها تكون مخرجاتها يعني كأبناء أفضل من غيرهم؟ صحيح، أفضل حقيقة بكتير، لأن الأطفال بتشب وهي متعودة أن هي ما بتقاملش مهانة، فبالتالي ما بيستحملش مهانة من أي حد بره البيت، على عكس الطفل اللي مهان في بيته عادي. طب ما يعني ما أبويا بيضربني وأمي بتشتمني وأخويا الكبير بيضربني، فبالتالي ما أخرج للمجتمع سواء بقى في المدرسة أو في المجتمع بصورة عامة، أما ألاقي عنف ضدي مش هبقى هبقى متضايق إن الناس دي ما تعرفنيش بس بتضربني، بس 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 التوليرنس أو تقبلي دي أحسن بكتير. في حين إن الطفل اللي لم يتعرض لمهانة وإن هو زي ما حضرتك بتقول متفق مع الأب والأم على بعض القواعد اللي إحنا ملتزمين بيها وبعض الطرق الإيجابية في التهذيب والتأديب، ده بيطلع عارف حدوده فين وأولها وآخرها، وبيسهل التعامل معاه في حتى على المستوى المهني. ممتاز. أم أحمد، ما شاء الله تبارك الله أبنائك الآن كبار. الحمد لله. لما تشوفينهم تتذكرين مواقف تندمين عليها؟ لا، أوصل لمرحلة الندم الحمد لله ما حصلش. طيب. لأن ربنا ساعدني كتير فيه. وصلت بمرحلة تقولي لو فعلت كذا كان أفضل؟ أنا ممكن بالنسبة لأحمد ابني كان جاي، هذا الكبير ما شاء الله، الأصغر واحد، هذا أصغر واحد، عندي البنتين كبار وأحمد الصغير ما شاء الله، الله يكرمك. كان في ثانية ثانوي جاب 97 علمي،
أنا عندي أخته مهندسة، قلت عايزة طب أو صيدلة، دخلته غصب عنه. دي لحد لما أموت مش نسيئها. بس أنا أعتقد أنه لما لبالي رغبتي كأم وسمع كلامي، ربنا يفتح له كل الأبواب. آمين. هو وكل الناس. آمين. الله يكرمك. طيب دكتور، ونحن في آخر الحلقة، كيف نضبط هذه العملية في مجتمعاتنا؟ أولا أنا أتفق معك، لابد من وجود قوانين تضبط هذه العملية. أشرنا بوجود قانون وديمة مثلا في دولة الإمارات، وأنا متأكد كل الدول العربية إما أن عندها قوانين أو أن هذه القوانين مشاريع وستقر. فإذا هذه القواعد الكلية موجودة. طيب في أشياء أخرى نحتاج أن نتفق عليها؟ في أشياء كمجتمع لازم نعملها. المجتمعات مش لازم الحكومة هي أو الحكومات هي اللي تقوم بها، بس في شق على المجتمع وشق على الأسرة نفسها. أبتدي بالشق على المجتمع. لازم المجتمع يفكر في آليات لحماية الأطفال من العنف. لازم يبقى فيه تبقى لجان حماية مثلا ضد العنف، لازم يبقى فيه جمعيات مثلا، جمعيات لجان مجتمعية منشأة من داخل المجتمع بتتلقى مثلا الشكاوي، حتى لو الشكاوي دي مش بتاع الأب والأم. يعني أنا عارف إن جاري كل يوم بسمع صويت من بنته الصغيرة اللي عمرها 10 سنين من كتر التعذيب أو الضرب، فارفع سماعه التليفون، لان البنت دي ملهاش ذنب غير ان هي بتعمل حاجه غلط من وجهه نظر الاب. وايضا نحتاج ايضا الى جمعيات حقيقه استشاريه. صح. لو انا اب او ام مثلا ورايت سلوك معين من ابني ما اعرف كيف اتعامل معه. صحيح. احتاج الى ناس اهل اختصاص يفيدوني في هذه العمليه. صحيح. ده الشق المجتمعي. نعم. الشق اللي على الاسره، المشكله ان احنا زي ما قلت لحضرتك الاب والام بيمارس العنف نظرا يعني في مشكله في الطبقات النفسيه اللي هو بيمارس العنف من اجلها او اسباب العنف. فاهم حاجه في اعتقادي الشخصي ان الاب والام يتصرفوا مع اطفالهم ان هم مسؤولين عنهم ولا يملكوه. في فرق كبير بين الملكيه. لو جيت حضرتك تكلم واحد ما تعرفوش او واحده ما تعرفهاش بتقول لها انت بتضربي بنتك ليه، رد الفعل الطبيعي ابني انا حر في انت ملك. صحيح. صح. 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 هو مش ملكك، هو ده طفل في المرحله دي قاصر، فهو مسؤول منك لحد ما يبقى رجل او سيده رشيده. في المرحله دي انت مسؤول عنها، انت مش لا تملكها، فبالتالي اتصرف معاه تصرف المسؤول وليس الملك. انا لو البيت املكه اعمل فيه اللي انا عايزه، ادهنه، اشيل العفش، احط العفش. لو انا مأجر البيت ومسؤول عنه في غياب صاحبه لحد ما اسلمه لصاحبه تاني، لا مش هعمل حاجه الا باستشاره. هو اذا تدري دكتور محمد، افضل استثمار في حياتنا كاباء هم ابنائنا. صحيح. لذلك اليوم في العالم العربي راينا حقيقه، وانا التقيت في برنامج خطوه من قبل بحالات تجد الولد او البنت يقول انا ودي لو ان اهلي هذيل مش موجودين. صح. فبروا ابنائكم. صح. بروا ابنائكم كي يبروكم عند الكبر. صح. لان البعض فينا يعني للاسف لا ينظر لهم انهم مشروع استثماري لحياته حتى. صح. هو كانسان. ام احمد في اقل من دقيقه، فضل. ماذا تودي ان تقولي للامهات اللائي يضربن الى اليوم؟ لا، اقفي قدام نفسك قدام المرايا وشوفي لو حد ضربك هتحسي بايه وانت كبيره وفاهمه بال الطفل اللي مش فاهم حاجه. ممتاز. بارك الله فيك. شكرا لوجود معنا في البرنامج. دكتور محمد، الكلمه الاخيره لك. انا بس بطالب كل اب وكل ام قبل ما يمارس اي نوع من انواع العنف الجسدي ضد ابنه او بنته يفكر ولو للحظه ويشوف مدى الاثر اللحظي والاثر بعيد المدى على الطفل، لان هو يعني الطفل ده بيتم تشكيل شخصيته بناء على السلوك اليومي للاب والام. فانت لو هتضربه فانت حر. أحسنت. بس ما تشتكيش بعد كده. احسنت. الاباء والامهات الذين يتابعون برنامج خطوه في هذه اللحظه، وبالذات الاباء والامهات الجدد، انا اقول لكم حاجه لازم تفهمونها. الانسان بفطرته مهيئ لتربيه ابنائه، هذه قضيه متفقين عليها، لان الله سبحانه وتعالى غرس فينا بعض الاشياء، لكن الأساليب التربوية هذه تتغير من جيل إلى جيل. لذلك نصيحة من قلب محب لكم، أقول لكم اقرأوا حول تنشئة الأبناء من الناحية النفسية، من الناحية الاجتماعية. هناك كتب كثيرة في المكتبة العربية. المكتبة العربية أصبحت ثرية جدا، زمان كان في جهل، اليوم العلم موجود. فقبل أن تبدأوا في مشروع تربية أبنائكم اقرأوا، بارك الله فيكم، لأن القاعدة الكلية تقول العلم قبل العمل. يعني لا تجي تضرب ثم تندم وتقول لما فعلت هذا الشيء. اقرأوا حول تربية الأبناء وهم أطفال، حول تربية المراهقين، حول تربية الأبناء وهم كبار. هذه كتب موجودة كثيرة في العالم العربي، أتمنى أن تستفيدوا منها جميعا.
خطوتنا التي أود أن أنهي بها هذه الحلقة خطوة غريبة جدا، وهي في صورة سؤال واستعجاب. أقول فيها: ماذا ستفعل بعد الضرب؟ لقد أخطأت الدرب. يا من تضرب، أب كنت أو أم، ماذا ستفعل بعد أن تضرب؟ هل ستقتل هذا الطفل؟ نيابة عن فريق العمل، أتمنى لكم حياة أسرية كريمة وأساليب تربوية جميلة. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.